اكو بعض الافراد واحد يقعد وياهم يشوف ما عندهم انطلاق، مثل واحد متالم من شيء، واحد عنده حزن، حركاته سكناته تكشف عن ذلك الحزن. طبعا هذا منهي عنه من الناحية الشرعية. المؤمن دائما يجب أن يكون متبسما، حتى إذا هموم الجبال على قلبك، ولكن عندما تدخل في بيتك أدخل بوجه ضاحك. لا تحمل أهلك وعائلتك همومك، خليهم بملأ عن همومك. لا تحمل أصدقائك همومك، إذا عندك هم أدفنه في قلبك. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، هذه طبيعة المؤمن. المؤمن حزين دائما، خائف دائما، ولكن دائما مستبشر.